السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد الشاب في واحد البادية كان الاسم ديالو محسن، فالعمر ديالو 35 عام بحال هكاك، مزوج مع واحد المرأة اسم ديالها سلوى في العمر ديالها تقريبا هذيك 24 عام، والدين مع بعضياتهم واحد الوليد في العمر ديالو هذيك 4 سنين بحال هكاك. هاد سلوى مع محسن ما كانش عندهم، ماشي هما ناس اغنياء او الفلاح كبار ولا شي حاجه، لا ناس عاديين ما عندهمش ما خاصهمش، ولكن هاد جوج شباب كانوا متفاهمين بزاف، كانوا كيبغيو بعضياتهم وعزيز عليهم ولدهم. هذاك الشيء اللي جابو نهار مثلا كيديه الليل، ولكن فرحانين وفاهمين ما عندهم حتى شي مشكل الحمد لله. هاد محسن هذيك الدار اللي عايش فيها ورثها على والديه، ورث كذلك واحد القطعة أرضية وراها، وهي باش كيخدم وهي باش كيجيب المصروف ديالو عن طريق الفلاحة المعيشية، يعني داكشي اللي كيفلح المحاصيل وداكشي اللي كيبيعو في السوق وهكذا باش عيش وباش يعاون الزمان وما إلى ذلك. كيدير شي شوية بهايم، كيجيب شي بقار، يجيب شي عجول، يجيب شي شوية الغنام، هاداك الشي على قد الحال ماشي شي حاجة بزاف، يعاود فيهم بيع. هادشي اللي كاين وهادشي باش عيش هوايا. كانوا جيرانو كفرحو بغيت الحيط، واحد الناس ناس كبارين في العمر بزاف، راجل مع مراتو، عندهم ولد مع بنت، ولكن سمحوا فيهم وحطو للمدينة وما كيجيوش عندهم ما كيزوروهمش. هاد الراجل الكبير مع مرا كبيرة يعني بقاو غير بوحدو، تكرفسو تماه، الناس كبارين في العمر بقاو قادرين يديرو حتى شي حاجة، لا يخدمو ولا حتى المسائل الشخصية ديالهم مبقاوش قادرين يديروها. هاد محسن مع سلوى بقى فيهم الحال بزاف، وقرروا انهم يعاونوهم ويعتبروهم بحال والديهم، ولاو كيدخلو عندهم، يعني ديك سلوى تصبر ليهم، تصاوب ليهم شي مسائل شخصية ديالهم، مرة يعرضو عليهم الدار، شي مناسبة يجيبوهم عندهم، يطيبوا لهم الماكلة، مهلين فيهم شنو خاصكم كذا، معتبرينهم بحال والديهم، سبيل الله وحسن الجوار، لا أقل ولا أكثر. الناس الدوار طبيعي الحال كيهتموا بهم، ولكن هادو حيت قرابين ليهم بزاف، هما اللي مسميين بهم بزاف. مشات أيام مشات أخرى، ولد محسن مع سلوى غاديين لهاد المنوال هذا، اللي حتى واحد النهار للأسف الشديد غيتوفى داك الراجل الكبير، صافي غيتوفى، غادي يمشيو يدفنوه، غتبقى المرا. موراها شي أشهر لي قليلة بزاف، غتوفى حتى المرا. ملي توفات المرا بقات الدار خاوية، شكون اللي غادي يجي؟ غيجيو الورثة اللي هما ولادهم اللي كانوا سامحين فيهم في الحياة ديالهم، جابوا واحد الولد مع واحد البنت. وهنايا فين غادي يبداو المشاكل مع محسن وسلوى. هنا ملي جاو الأبناء ديالهم، يعني جاو الورث ديالهم، هذا حقهم طبيعي ومشروع، ولكن هما مفكرش منفوسهم بأنهم كانوا سامحين في والديهم المدة هذه كاملة، ما قالوش كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كانوا كيصرفوا، شكون اللي كيهتم بيهم، صافي حتى ماتوا عاد جايين دابا باش تاخذوا ديك الدار وتاخذوا داك الشيء اللي عندهم تما، ما عليناش. هنا جا هذاك الولد، يعني واحد الشاب ولاد اولا ولد هاد الناس، واحد الشاب واخته، اختو بصراحة مبقاش بزاف، بقات غير واحد المهم شي اشهر ليا قليلة تمايا، المهم خدات داكشي اللي خدات او المهم قسمات مع خوها ولا شي حاجة ومشات في حالتها حتى واحد معرفة فين مشات عاوتاني. شكون مقسم؟ بقى هذاك الشاب، هذاك الشاب كيبدو انه ما مزوج ما حتى شي حاجة، ولكن واحد السكير منو ما كان ما كيسحاش من الشراب. المهم برزتهم، برزت هاد الناس اللي هما متفاهمين، هاد سلوى مع محسن، هو اللي يهز القاع ديال الشراب ديالو ويريح قدام الدار ويدير الكرسي ديالو، مهم ورياح مع راساتو ويبقى يشرب ومقابل الدار، يعني المرأة مبقاش قادرة تخرج، هاديك سلوى مرات محسن. هنا حاول ينبه وحاول يدخلو شي ناس على الدوار، ولكن السيد ما كيتهنطش. حتى واحد المرة المرات خارجة هاديك سلوى هو يتحرش بيها، تحرش بيها وتابعها، ما قال هذه مع الراجل، ما قال هذه راه كانت معاه ولا مي مع باه، ما حتى شي حاجه، والو تابعها وتحرش بيها. قلت له سير فحالك بعد مني ولا غادي نقول لراجلي. المهم السيد ما عقلش، السيد سكران كاو ما عقلش. المهم جات المحله
تسنى هذا الراجل الاحتجاب وقالت له، قالت لي ودي راه هذاك فلان راه تحرش بيا، واش كيقول لي اش كيقول لي اش كيقول لي. هنا هاد دم حسين تصرف بعقله، واخا هكاك مشى عندو باش يدوي معاه. المهم مشى عندو حاول يدوي معاه بالعقل، قال لي شوف فلان راه والديك راه كانوا بمثابة والديا، وهاديك السيدة اللي كنتي كتحرش بيها راه تعتبر اختك، هاديك راه كانت كتصبن لوالديك، كانت كتسخر ليهم، كانوا كيرضيو عليها بحال والديها. سول الناس على الدوار واش اللي كدير فيه، راه عيب وحشومة، هاديك راه متزوجة وبحال اختك وحنا جيران وما خاصناش نتعاملو بحال هاكا. المهم ما دواش معاه، حل راسو وزاد في حالته، كان ساحي كيعرف شنو كيدير هو ملي كيولي بحال هاكاك، ملي كيكون سكران. المهم مشى حالته صافي، هذاك محسن قال صافي دويت معاه راه يكون ملي حل راسو مشى حالته صافي عرف الخطا ديالو، صافي رجع عند مراته وقال لها راه صافي مابقاش غادي يدوي معاك. هنايا صافي داز شويه الوقت نساو الامر، السيد غير كيسكر وكيبقى على نفس الحال، غير كيسبر لي المراه بوحدها كيتباعها كيبغي يدوي معاها ويشدها ويهضر معاها وما عرفت شنو. صافي السيده هذه توترات ما عرفاتش اشنو غدير، واش تقول لراجلها غيمشي صداقات الاولى هذيك قاعده راجلها تقوي الصداع، حاولت انها ما تقول ليه حتى شي حاجه. المهم يعني دارت الموضوع خافت من مشاكل. المهم اليوم غدا اليوم غدا حتى واحد النهار وكان السوق الاسبوعي، السوق الاسبوعي كما هو معلوم في البوادي والقرى يعني الناس كاملين تقريبا كيمشيو للسوق، اغلبيه الرجال قليل شي راجل اللي كتلقاه تما قليل، كيبقاو اغلبيتهم غير العيالات ما عليناش. هنايا داك السوق الاسبوعي طابي الحال محسن مشى يبيع ديك الفلاح ديالو وداكشي ديالو شي بهيمات كان باغي يبيعهم. ايوا بقات المراه بوحدها سلوى، خونا بحاضيه كيستنى فيها تخرج، خرجات مشات فين مشات للخلا على ود شي بهيمات اديهم، مشات بقات تابعها متابعه وكترصد ليها تابعه كترصد ليها لحتى ولا هويا غير في الخلا. هنايا ما تحرش بها، هنايا بغى يشدها ويعتدي عليها، يعني السيد تمادى في الفعل الإجرامي ديالو. السيد شدها حاولت أنها تقاوم ولكن ما قدراتش، طيح على الأرض وحاول أنه يعتدي عليها وكتغوت وكتستنجد بالناس، ما كاين حتى شي واحد. لحسن الحظ ديالها أنه دايزين شي ناس، واحد جوج رجال من القبيلة نيتو كيعرفوها وكيعرفوها مرات فلان وعرفو كلشي، جايين لحتى حيدو هاد الوحش هذا بعدوه بالتساح، قالوا لنا الشيطان تما كصاحبي هادي راه مرات فلان ودير بحال ختك شنو كدير كذا كذا عرفوه سكران. المهم هرب. هنا السيدة المهم من بعد ما عتقوها وصلوها المحالة، هنا قالت لا والو بدا خاصني نعلم راجلي. راجلها ملي جا بلغاتو بالأمر وقالت له السيد راه مبقاش غير باغي يتحرش، السيد راه حاول يعتدي ليا كوم فكني فلان وفلان. هنا داك محسن صافي طلع له الدم ديال الصح، مجهز جو واحد الجنويه وتم غادي قاصدو هي طلبو، يعني تعرضت له الباب قالت له والو واش تمشي عندو، حنا غادي نطرقو باب المخزن يعني غادي نمشيو للجدارميه. صافي غلبات فيه ومشاو للجدارميه، مشاو للجدارميه قال لهم بغيت ندير واحد الشكايه بواحد السيد جار، علاش اشنو دار شنو دار راه حاول يتهدي لي على مراتي وراكم مفكوش واحد الناس كان وقيلا فلح في هاد الشيء اللي كان باغي يدير فيه. صافي الجدارمية استدعاو شهود سولوهم اكدوا الهضره تاع المراه على النيابه العامه، وكيل المالي قال لهم صافي الا كانت الهضره صحيحه قدموا لي كلشي، قدموا لي هذاك السيد سيروا شدوه وجيبوا لي الشهود وانا غادي ندير اللازم. صافي قدموا هذاك السيد مشاو شدوه تعقلوه ودوه، داز عند وكيل المالي هضر مع المراه هضر معها هو انكر طبيعي الحال، هي ملي هضر معها قالت له شنو كاين نهار السوق الاسبوعي تا واحد ما كاين، مشيت للخلاع على ود شي بهايم تبعني ما ديتهاش فيه اللي حتى شدني وحاول يعتدي بالقوه، كوما جاو هاد الناس هادو هضر مع الشهود اكدوا الهضره تاع المراه. صافي توبع من اجل جريمه محاوله الاغتصاب، صافي حكمت عليه المحكمه بعامين ونص ديال الحبس. مزيان انا غادي يسال بعضكم بان الاغتصاب ما تمش في نفس الوقت يعني تم الحكم عليه، هذه كتسمى المحاولة، محاولة كيعاقب على القانون على نفس العقوبة اللي كاينة في الجريمة، هادشي اللي كاين ما عليناش.
هو اقصى العقوبه ديالو هي 5 سنين، ولكن بحال داروا لي دور في التخفيف، حكموا عليه بعامين ونص. مزيان، انا صافي عاش هذيك الفتره تاع موكوت وهو في السجن، عاشوا مزيان هاد الزوجين، هاد سلوى مام حسين. ولكن دازت هذيك عامين ونص وخرج السيد من الحبس، خرج رجع للدار ديال والديه في الباديه حدا سلوى مام حسين، هو ما حامش راسو. كيف خرج بدا كيتوعد فيهم، ملي شبع شراب مزيان، المهم خرج كيهلل قدام الباب، غندير اللي كنفعل لك، نصيفطك للحبس، غادي نقتلك، نفعل لك ما عرفت شنو، غير بحال ما هكا. كيحاول هذا كيخرج ليه، ولكن كتمنعو مراتو كتقولو شوف السيد هذا صافي، هذا راه مجرم، يقدر يدير اي حاجه مع النبي صالح، هذا بعد منه عطيه اتساع. المهم تقريبا ديك سلوى مبقاش كتخرج، ولات غير في الدار، وتقريبا مبقاش مطمن على راسو هذاك محسن، ولا عايش في رعب، يعني ما كيغيبش على الدار بزاف، كيمشي هنا ورجع عاوتاني ليعود الاخر يدخل ليه على مراتو. هادشي اللي كاين، وهي ما كتخرجش الا ما خرجات معاه، هادشي اللي كاين، ولاو حاضرين معاه بزاف، وهو مترصد فيما كتبان ليه، كيحاول يتبعها ولا شي حاجه، يعني مترصد باغي يدير شي حاجه، ولاو عايشين فيلم ديال الرعب صراحه. ما ريناش هنا هذيك سلوى تقترح على راجلها واحد القضيه، قالت له شوف هنايا بان لي انا ما بقاش عاجبني العيش هنايا، مادام كاين هاد السيد هنا ما نعيشوش امن هنا، انا نخاف على راسي وعلى ولدي وعليك التهنيت وكذا، واش نديرو؟ قال لها، قالت له شوف اشنو بان لك، نمشيو عند دار اختي في واحد الدوار بعيد شويه، راه عندهم دار كبيره ما شاء الله، نسكنو معاهم يوم نخدمو ديك الخدمه اللي خدموها انا نخدموها تم. قال لها لا، انا اولا غادي نعيش عال على اختك وراجلها، وشي ما خدامش، وزيد وانا ما كنعرف ندير حتى شي حاجه تم، ما عندي لا بلاد، ما عندي حتى شي حاجه، البلاد اللي خلاو لي الوالدين هاي فين هي باش عيش، والكسيبه راه كنكسبها في 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 الكوري ديالي، فين تما شنو ندير؟ يعني ما لاقاش. قالت له واخا خليني انا نمشي انا وولدي، وانت بقى هنا ومره مره اجي. صافي قال لها واخا اللي تيدي الله تاوي للخير. صافي هزت شوانطها هزت ولدها ومشات، داها وصلها دار ختها، رحبوا بها وكذا وكذا وكذا. هو ما بغاش يمشي عند خاتها وراجلها حيت ما رضاش بهم، يريح تمايا كذا، ما عنده ما يدار تمايا، شنو غيدير؟ راه خاصو فاش يخدم، هو ما كيعرفش يخدم الا في البلاد ديالو. صافي ولا تقريبا اسبوع اسبوعين كيمشي كي يدير لهم المصروف، يدير لهم مثلا اي حاجه خاصهم، هادشي اللي كاين هو الشيء اللي بقاو عايشين به. المهم شحال من شهر هو بقى عايش على الحال هذا، عايش غير بوحدو في هاد الدار هادي. نجح هاد خونا هذا في انه يفرسك الشمل ديال هاد جوج ازواج اللي كانوا متفاهمين وكيبغيو بعضياتهم، صافي شتهم وفرقهم على بعضياتهم، هادشي اللي كان باغي يوصل ليه. مزيان، واحد النهار او لو واحد الليله بالضبط، يعني واحد الليله كان خارج هاد محسن هذا، خارج غادي لشي صخره، غادي يجي باغي من الدوار، وديز من واحد البلاصه دي شويه خاويه، غادي نقول هو كيترصد ليه هذاك خونا، كيترصد ليه من بعد ما شبع شراب مزيان، ترصد ليه هز واحد جنويه ومشى قصدو، امشى اللي حتى وقف ليه في الظلام، وقف ليه في الظلام قال له مالك شنو باغي كذا كذا، تناقشوا تزايدوا في الهضره، ابداو مضاربين. هو يجبد الموس ويعطيه طف، ضربو في جهه القلب، ويعاودو 3 ضربات كانوا كافيين انهم يقتلوا محسن. طاح محسن، صافي هنايا اليوم موالي تلقى محسن هو طايح تمايا، صافي عرفوه شي ناس انه طايح، طابي الحال مع من عنده عداوه كذا كذا فلان، جابوه الجدارميه، صافي غير زيرو شويه الجدارميه هو اعترف، قال لي مدابس معاه وقتلته، ما كنتش ناوي نقتلو، دافع على غير على راسي، يعني هاد خونا دافع على راسو، شوف الكذوب كدير. هنا يتقدم العداله وتحكم عليه ب 30 عام ديال الحبس. هذه النهاية ديال القضية ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، ودمتم اوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.